بالله من هذا ومن ذاك، يتعوذ بالله من مصيبة تعجزه عن العمل، أو يتعوذ بالله من أن يكون هو نفسه كسلان. والهم والحزن، الهم واحد أصابه شيء جلب عليه هما، والثاني جبلته حزين هكذا دائما. فهناك ناس جبلوا على ما يضحك ما يبتسم حزين، ولكن هناك آخرون يصيبهم الهم. فنتعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل شر الأدواء والجبن. واحد جبان، أي واحد يخوفه من أي شيء، جبان الجبن هذا عياذا بالله منه، من الجبن ومن البخل. البخل شر الأدواء، وأي داء أدوى من البخل. والجبن يخاف من أي شيء، مستقيم وملتحي ومصلي. واحد يقول المباحث تقبض على الملتحين، ثاني يوم لا ترى في مسجد، وترى حلق لحيته وتنسوا أصبح مثل النساء، واختفى ما أحد يراه بسبب جبنه، بسبب جبنه وهلعه. يترك كل شيء من الصلاح ومن الاستقامة من أجل تخويف واحد، خواف واحد مرجف مؤذي خوفه. فتراه ينسلخ من دينه، ينسلخ من دينه ومن ثيابه، ويمشي يلبس البناطيل السقطة، على يريد يتنكر أو سجارة في يده. فالجبن سيء. شاهدي يا إخوة من أسباب الفقر، بعد أن ذكرنا الحود عن شريعة الله وعن ذكرنا ما ذكرنا من برزة العباد لربهم عز وجل بالمعاصي، ذكرنا كسل العباد عن السعي على الأرزاق، السعي على الأرزاق أمور تذكر هي عدم الأخذ بالأسباب الموصلة للنتائج الطيبة. من أسباب الفقر